السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في الكيل بن حمد قليل مستعات واللي ما عرفاش كاينة في المملكة المغربية، الخيرة والرواية الجالية المغربية والناس وللمدن الكبرى في المملكة المغربية. كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال بنات ولاد أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 24 في شهر 10 2022 بدينا عند وعزة هنايا قراش المخير وعندو الحانوت في المارشي تاع بن حمد محطة الطرقية رقم 8. بوعزة راجل نقي راجل زين هنايا في الاثنين بن حمد، لحظة حمراء وزينة والعجل تبارك الله فتي هذاك تبارك الله تيقول لنا فتي تبارك الله الخيرات تنوروها جميع المشاهدين قناة زيتون مرجان. شحال التتبيع سي بوعزة اليوم؟ 70 درهم 70 درهم تيقول لنا سي بوعزة باش نبيع الخيرات تنوروها الجميع الحباب تاعنا في المكان. لا راجل زين، لا راجل نقي وزين وعندو المليح كما تشوفوا معنا، اللحمة حمراء والعجل فتي كما قال لنا. الخيرات تنوروها الجميع المشاهدين قناة زيتون مرجان الحباب تاعنا في المكان، أهلا بكم. كي تشوفوا معنا اللحمة كي دايرة تبارك الله. سعيد ياك وهذا عبد الواحد كيكسر خويا. شحال عبد الواحد الكزاره اليوم؟ 13. اهلا 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 راشد مسكين اهلا مرحبا. هات مول التريكو الاحمر حضيو معاه كيخون مزاطو. اي نعم مزاطو كنا ما كان يخرج بزاط ما كاين باس. شحال باش غتفي؟ 16 ب 14 وما ساركينش 13 بزاف عليهم سي عمر لاباس بخير. هذا الولد الله يصلح. السلام عليكم. 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 السلام توفيق عنده الحانوت قرب السوق. وقال لكم 70 درهم وما سالكينش فيه. ما سالكينش؟ ايه. سجل البوشم. الزيت بثمن، المازوت بثمن، دقيق بثمن، فين غنمشي؟ والغلا جابوا الوقت، الغلا جابوا الوقت. جابوا الوقت وما حل الدريويش، الدريويش ما حل. ايوا لكن علاش الدريويش ما يولي لاباس عليه؟ وكان يخدم يغامر. عشان اللي يعرف شي حاجه يديرها. نزرعوا الكيف نبيعوه. والكيف شكون يبغاه؟ راه تا هما طاع عندهم الوقت. راه عطوهم يزرعوه ما داروا به والو. امين. كما تشوفوا الناس كلها تقول لك الغلا. وانا راه عندي غير قناه، ما عندي لا رئيس نقابه ولا رئيس حزب. حتى محمد معيط تا هو الله يعمر دار كان يكون عندو الموت الجرده كندو اللحام الله يعمر دار الجوده ياك اييه الجوده الجوده غدار عندنا عرس غندو عندو ياك ما كاين ما حنا شي يكون مزال ما والو عندك الفلوس خود خدك الفلوس من جيب من شكوره ياك انت الرجل عارف ولا راجل مخير عندك فلوس خود ما عندكش خود وشونه ما يديرهاش راجل ضرافات وراجل طموح وراجل مخير الحملة كانت شي زرقاء كانت هنا كنقول بس غير ياك كاين شي ماركة كيكضرب الميزان تاعو بحال هكا بدا كيلو ولا روب فاش كيلو بغيتي كيلو ولا روب اللي بغا كيلو ولا روب لا الكيلو يعملوا كيلو ولا روب
ها الكلاب ولي نقص لك من التمر راه باغي ياكلك. وبشحال كنتي عندو اليوم؟ انا 1400 14 100 باش تيقولي ما خدت عندهم معيط تبقى راجل زين راجل اللي ما خايفش المليح ما يدريش ياك انت شماني؟ انا عمراوي عمراوي وتو طريق اي طريق الكارا طريق الكارا حيت كاينين ولاد عمر ثاني هكا هادو هكا احنا مال الكراف اي مرحبا هي محمد تيتهلا فيكم معايد محمد عنده الجوده عنده كل شيء تبارك الله انا ما فيش شي كنتي من عندو ما خاص هو هو يقول لي فين ولا الله عمر هذا النادي عمر هذا تبارك الله انا اللحمه كي دايره من الزيتون اللحمه العجين بلدي تبارك الله بعدي ما نقول كما تشوفوا محمد معيط وابو عز الامين راس مخير وفينا يوسف اخبرتي يا يوسف بعد ما نقول تبارك الله هادو ضروبات بثلاثة تبارك الله رجالي بثلاثة ضروبات تبارك الله اللحمة زينة ما كاين لا شحمة بزاف لا والو ها تبارك الله وي تاع حجاج هنايا اي 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 هذا راه محمد معيط طرافات الرقم 5 في محطة الطرقية في المرشي طرافات راجل زين كما تشوفوا هاد الخيرات عندو ديما تيخدم المليح من كان صغير وانا تنعرفو رجل طابوه عندك خود ما عندكش خود معروف هنايا في الاثنين بن احمد او في مدينه بن احمد ضرافات كما تشوفوا محمد معيط لا لا معروفه اللحمه ورديه وكيزينه برك الله يا كاسي اه على قوله يا كتي تهلا هذا مصطفى سعيد حار هنايا في الاثنين بن احمد وعندو الحانوت في شارع السوق طرافات وعندو حتى الحانوت في المرشي محطة طرقية كما تشوفوا مصطفى سعيد حار تبارك الله تبارك الله عرفتوا دي من توا درافات لحمه حمراء زينه كما تشوفوا معنا ورا ما يبان عليها ما يزول لابد لابد قال لك الحب العظام بحال المرا بلا حساب لا لا عارف سعيدي حاج شحال بعتي يا سي مصطفى 70 الطرف تاع الملج هذيك مفتوله تبارك الله تبارك الله الله حفظك اودي سي حمزه هذا حمزه ود مصطفى ود رحال معروف هنايا في الاثنين بن احمد معروف ود رحال هنا عندهم الحانوت في المرشي والحوانت في طريق السوق شارع تاع السوق راجل درافات راجل زين تبارك الله اللحمه كي دايره تبارك الله مليح هذاك الشيء تبارك الله مليح تبارك الله تبارك الله الله يحفظك شحال دايره 300 هذه شحال دار 90 84 ولا الرجل انت تقول فيها 300 ما كاين بيت عندك عاد 360 خويس وانا اللي نعرف هذا هو صدري ياك راجل طيب والمعقول على حسابك صافي قلت يا هات بعينك مغمضي ياك انا ما قلتش نتيق فيه لو ما قلتيش 100% تبارك الله سي مصطفى بخير ها
تبارك الله الله يرضي عليك الله يرضي عليك. بشحال بعتي حمزه اليوم؟ 14 هي اللي كبا هي اللي كاين يتقابل كتاب الفيل. لا واكي غتدير حتى منك منك هذا اللي كان ولا حيت دابا ولا مخلط البقر ولا كاين مليح كاين قبيح حتى راك عارف هذا الشيء اللي ولا وليتي تجيب المليح هو واحد لا يقبح واحد يبيع فيه 13 وتقول له 14 بزاف منك يجي عندك بطبيعه الحال دابا راه يجيو عندك الناس العشاء ب 800 حبيبي والله يبيعوا فيه بيان في بي بالف والله الا بالف هبره 60 درهم مالك انا حتى شارك في الحانوت 60 درهم كلب البوك